شيع الفلسطينيون في قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله المحتلة، شيعوا جثمان الشهيد الطفل عدي أبو خليل البالغ من العمر 14 عاما الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة قبل أسبوع في ذكرى النكبة. التقرير التالي والتفاصيل. أصيب قبل أسبوع خلال المواجهات التي اندلعت في ذكرى النكبة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، وارتقى الليلة الماضية متأثرا بجراحه. تشيعه بلدته في اليوم الذي يفترض أن يستلم فيه شهادة الصف التاسع الأساسي الطفل الشهيد عدي أبو خليل. هو كان لازم يستلم شهادة المدرسة، ولكن استلم شهادة من رب العالمين، وسام كبير من رب العالمين بالشهادة، والشهادة الكبرى عند رب العالمين، والشهادة العظمى أحسن من الشهادة الصغرى. دائما بيدوروا على الصغار، بيحاولوا أنهم إذا قتلوا الصغار خوفوا هذا الجيل أنه يبطل يطلع يقاومهم، بس هم ما بيعرفوا أنه هذا الشعب كل ما تأذيه كل ما تحاول تضغط عليه بيثور بزيادة وبيعطيك قوة زيادة. يودعه أحد أشقائه بدموع تحرق القلب، الطفل الخلوق والطيب كما تصفه مديرة مدرسته. قتله رصاص الاحتلال المجرم الذي لم يأبه ببراءته، واقتنصه كما فعل مع أقرانه بغزة قبل يوم من إصابته. جريمة نكراء بكل المعايير، طفل بريء مثل عدي حرام حرام إنه ما يتمتع بشبابه زيه زي باقي أطفال العالم، أو زيه زي باقي أطفال صفه وأبناء صفه. اليوم كان مفروض نسلم الشهادات، صعقنا لما سمعنا الخبر، فكان ضايل في الشهادات ملاحظات مربي الصف، فكتبت له مربية الصف نلت الشهادة العليا يا عدي. الطفل عدي أبو خليل بدلا من أن يشارك زملائه في استلام شهادة الصف التاسع الأساسي، هم أهل قريته يشيعونه شهيدا شاهدا على جرائم الاحتلال بحق الطفولة وفلسطين. من قرية عين سينيا شمال رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.